لماذا سميت الألعاب الأولمبية بهذا الاسم؟ أي دولة بدأتها؟ إلى ماذا يروج شعارها الشهير؟ وهل لطالما كان هذا الحدث رياضياً أم أن له جذوراً أخرى؟ أسئلة قد تكون خطرت على بالنا جميعاً حين تذكر الألعاب الأولمبية. إليكم أصل الحكاية. يعود تاريخ الألعاب الأولمبية إلى حوالي 3000 عام في عصر اليونان القديمة، ففي عام 776 قبل الميلاد عقدت أول دورة أولمبية في مدينة أولمبيا التي اكتسبت منها الألعاب الأولمبية اسمها، والتي احتضنت استاداً لسباق الخيل والعجلات والملاكمة ورمي الرمح والجري، واشتهرت بمعبد زيوس أولمبس وهيرا وغيرهما من الآلهة الشهيرة. فقد كانت الألعاب الأولمبية بمثابة احتفال ديني عند الإغريق، وأصبحت تجرى كل 4 سنوات، وكان يطلق على الفترة بين كل دورتين أولمبياد. كانت هذه الألعاب أبرز الأحداث الرياضية والاجتماعية والثقافية في العصر اليوناني القديم، إلى أن ألغاها الإمبراطور الروماني ثيوديسيوس الأول لأنه بحسب اعتقاده تعارضت شعائرها مع مبادئ الدين. وعلى الرغم من إقامة الألعاب القديمة في أولمبيا اليونانية من 776 قبل الميلاد حتى 393 بعد الميلاد، استغرقت عودتها 1503 أعوام، حيث أقيمت أول دورة ألعاب أولمبية حديثة في أثينا عام 1896. وفي عام 1918 ظهر لأول مرة القسم الأولمبي والعلم الأولمبي الذي يظهر 5 حلقات متشابكة كرمز للقارات 5. ومنذ أول دورة أقيمت خلال العصر الحديث وحتى يومنا هذا، لعبت السياسة دورا مهما في هذا الحدث الرياضي. فمثلاً في الدورتين التي أقيمتا بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، لم تتم دعوة البلدان المهزومة خلال الحروب كما رفض الاتحاد السوفيتي المشاركة. وفي عام 1952 أقيمت الألعاب في فنلندا في بداية الحرب الباردة، حينها نافس الاتحاد السوفيتي في الأولمبيات لأول مرة، وقد صورتها وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم على أنها منافسة بين الدول الحرة والدول الشيوعية. أما أولمبيات ملبورن التي أقيمت عام 1956، فقد كانت المرة الأولى التي تقاطع فيها بعض الدول الألعاب. قاطعت الصين اللعبة لأن اللجنة الأولمبية الدولية قررت ضم تايوان، بينما قاطعتها هولندا وإسبانيا وسويسرا لإظهار دعمها للمجر في أعقاب الغزو السوفيتي هناك. ووصلت التوترات إلى ذورتها خلال الألعاب عندما اندلع شجار بين فرق المجر والاتحاد السوفيتي في لعبة كرة الماء. وتقول اللجنة الأولمبية الدولية إن الألعاب لم تهدف إلى أن تكون سياسية، لكن الحكومات والرياضيين استخدموا الألعاب الأولمبية بشكل متكرر للإدلاء ببيانات أو أخذ مواقف سياسية من خلال المقاطعات والاحتجاجات. برأيك، هل الحفاظ على الطبيعة غير السياسية للرياضة أمر ممكن في الألعاب الأولمبية؟ إذا أعجبك الفيديو وتود مشاهدة المزيد منه، لا تنسى أن تعمل لنا follow, like, وسبسكرايب.